يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب ولا أبالي فاستغفروني أغفر لكم وعزتي وجلالي إن أتاني عبدي ليلاً قبلته وإن أتاني نهاراً قبلته وإن تقرب مني شبراً تقربت منه ذراعاً وإن تقرب مني ذراعاً تقربت منه باعاً وإن مشى إلي هرولت إليه إن استغفرني غفرت له إن استقالني أقلته إن تاب إلي تبت عليه من أقبل علي تلقيته من بعيد ومن أعرض عني ناديته من قريب ومن ترك لأجلي أعطيته فوق المزيد ومن تصرف بحولي وقوتي ألنت له الحديد ومن أراد مرادي أردت ما يريد أهل ذكري أهل مودتي أهل شكري أهل زيادتي أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي إن تابوا فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعايب الحسنة عندي بعشرة أمثالها وأزيد والسيئة بمثلها وأعفو وأنا أرأف بعبدي من الأم بولدها ما دام القلب ينبض ما دام في بقية بالحياة لنبادر إلى التوبة والتوبة رحمة الله وما أمرنا أن نستغفره إلا ليغفر لنا وما أمرنا أن ندعوه إلا ليجيبنا لو جئتني بملء الأرض والسماء خطايا غفرتها لك ولغيرك.